اول حاجه اكتر حاجه غلط بتحصل ان احنا يكون شعرنا مبلول ونلفه ونمشي بيه او نخرج بيه، ده اهلاك للشعر. تمام. المفروض اول حاجه حتى بتلاقي في الاوتيلات الاجانب الاستشوار ده اساسي موجود، بينشفوا بيه شعرهم. لازم ينشفوا بيه الشعر، فكيه بقى لميه براحتك، تكون الشعرايه مسكت نفسها، تمام. انما وهي مبلوله بتبقى مهلكه، حتى لو سرحتيها وهي مبلوله بتتقطع معاكي. المفروض ننشف هواء بسيط كده ونشتغل نتعامل مع الشعر.